أستاذ حازم، يعني في إطار الاتجاه العام للدولة لتحقيق الشمول المالي، يمكن القطاع المصرفي لاعب رئيسي بقيادة البنك المركزي في هذا الإطار. إحنا بنشوف تحول كبير على مستوى الفروع والخدمات اللي بتقدمها البنوك، كمان بنشوف على مستوى التحول الرقمي اللي هو يمكن جزء رئيسي وأساسي في الشمول المالي. النهاردة الدولة لديها اتجاه كبير جدا للتحول إلى الدفع الإلكتروني و تقليل الاعتماد على الكاش. يعني في إطار هذه المنظومة، بنك القاهرة بيعمل إيه وبيقدم إيه خدمات للمواطن المصري من ناحية، وقراءة حضرتك للمشهد والتحول اللي بيحصل في السوق المصرفي والسوق المالي في مصر والتحول إلى الدفع الإلكتروني؟ والحقيقة طبعا التحول التكنولوجي أو الرقمي هو هدف استراتيجي بالنسبة لبنك القاهرة، وده مش بس الايام دي، هو من اول ما يعني تولينا المهمه، سواء كان رئيس مجلس الاداره او الاداره التنفيذيه عموما، انه حطينا فكره التحول التكنولوجي ده على راس الاولويات. ولما جينا بنك القاهره كان الحقيقه البنك بيتعامل بشكل المصرفي التقليدي، يعني ما كانش فيه خدمات الكترونيه او خدمات رقميه. والحقيقه كان من اول يوم احنا بدانا نحط المستهدف ان احنا نوصل ان احنا نبقى موجودين في السوق، نبقى فاعل بدور يعني رئيسي في المجال ده. وبالتالي احنا اطلقنا خدمات الانترنت بانكينج في حوالي 6-7 شهور من بعد تولي المجلس الجديد، وده يعتبر فتره زمنيه يعني قياسيه انه بنك بالحجم ده انه يقدر ان هو يدخل في السوق ويقدم خدمه للعميل بتاعه، انه يقدر انه يحصل على الخدمات الانترنت البنكي. فدي كانت اول تجربه او اول خطوه ناجحه في المجال ده. طبعا الشكل التكنولوجي او شكل الخدمات المصرفيه الرقميه دي متنوعه جدا، سواء كان بشكل الانترنت البنكي او يعني دي بداتوها من الصفر، دي بداناها من الصفر، ما كانتش موجوده خالص في البنك. وبالتالي احنا في 6-7 شهور طلعنا اول حاجه خالص، انه يبقى العميل بتاعنا يقدر يخش على الانترنت ويشوف حساباته، كان لفتره بس انه يشوف الاستعلام، يشوف حساباته فقط، لكن ما يقدرش يعمل اي ترانزاكشن، اي عمليات. مظبوط. فدي طبعا وفرت للعميل وقت كبير جدا انه يجي يعرف ارصدته، او انه هو يعرف او ينزل لمكان الصرف الالي عشان يشوف حسابه في كام. وبالتالي بقى عندنا بدايه نقدر ان احنا نكمل عليها. فبعد 7 شهور اطلقنا الانترنت البنكي للاستعلام فقط. بعديها بحوالي 5-6 شهور كمان بقى عنده انترنت بانكينج كامل، انه يقدر ان هو يحول بين حساباته او يدفع المدفوعات بتاعته، او انه يحول حتى من البنك القاهره الى بنوك اخرى، ودي تعتبر حاجه برضو كبيره داخل جمهوريه مصر العربيه، يحول لبنوك اخرى. النهارده كمان بنتكلم على محفظه، وبنتكلم كمان على انه كان في محفظه القاهره كاش كانت موجوده في الموبايل، بس كانت برضو متواضعه، يعني كانت موجوده ولكن ما هياش مستخدمه بشكل كبير. فاحنا شفنا ان احنا عشان العميل يستخدمها لازم نحط له خدمات تخليه يبقى عايز يستخدمها. فاضفنا عليها خدمات كبيره ومتنوعه زي دفع الفواتير، او انه يعمل التبرعات بتاعته، او يدفع فواتير الكهرباء والميه والحاجات اللي هي الشهريه. انه بعد كده يقدر يحول من الرصيد المحفظه كمان الى ارصدته، وبالعكس ياخد من الرصيد بتاعه في الحساب الجاري الى المحفظه، انه يدفع بيها مدفوعات. كل الحاجات دي خلصناها في خلال برضو 7-8 شهور من بداية العمل. فبالتالي بقى عندنا انترنت بانكينج، وبقى عندنا محفظة اسمها القاهرة كاش موجودة في الموبايل، وبنبني عليها خدمات كل شوية وبنطورها. لو أقول لك إن كان عدد المستخدمين القاهرة كاش كان حوالي 1000 وشوية، النهاردة 1000 عميل، 1000 عميل ساعتها. النهاردة ما تستغربش من الرقم، يعني احنا عندنا 400,000 واحد. احنا عمالين نستغرب بارقام، يعني نستخدم المحفظة دي. صحيح. 400,000 عميل بيستخدم المحفظة مقارنة ب 1000 عميل. بالظبط كده. ايه اللي حصل؟ يعني هل الخدمات اللي البنك قدمها لاقت استحسان العملاء والمواطنين بالشكل اللي حقق هذه الارقام؟ لا، هو ممكن نقول ان الفرع والبنك اولا حط خدمات مختلفة على المحفظة دي. طبعا بيحط له كمان حاجه اسمها انسنتيف، يعني ازاي تشجيعه انه يستخدمها. طبعا يحط له الخدمات دي حاجه اساسيه، الاول ما كانش فيها خدمات كفايه، فبقى فيها خدمات تناسب احتياجاته. دي اول حاجه، وخدمات متنوعه. الحاجه الثانيه انه خلينا بقى عندنا ممكن تقول عليه نشاط في الفروع
انه يبقى في مستهدفات لموظفين الفروع بشكل كبير، توعية العملاء، يعني تقدر تستخدم ده، انك تقدر تستخدم وانك ممكن تشترك ويعرض عليه الاشتراك ده لما بيدخل ويفهمه او يشرح له ازاي يستخدمها وايه المميزات اللي ممكن ياخدها.